هاتي عنك يا صدفه انا هنشفك. لا ما يصحش. سيبيهم بس وصبني انت البوتاجاز. ماشي. الا بقول لك يا ست ليلى، هي الست فريده دي قاعده ترطم كده لغوه، انا مش فاهمه هي بتقول ايه، وده تركي ده ولا ده ايه؟ لا دي عندها عرق فرنساوي. فرنساوي ما شاء الله. اوعي بقى تعصبيها على حسن العرق ده يطلع عليكي. لا حاضر. وخدي بالك يا صدفه، إيه؟ مدام فريده، قصدي فريده هانم، منظمه جدا، بتحب كل حاجه في مكانها، اوعي تحركي حاجه من مكانها. حاضر عيني. وشوفي بقى، في حاجه مهمه عايزه اقول لك عليها. خير. اهم حاجه في البيت ده انك تبلعي. ابلبع؟ ابلبع ايه؟ تبلعي يا صدفه، يعني تبلعي كل حاجه واي حاجه تحصل لك. اتعصبت عليكي تبلعي، هبت فيكي ابلعي، شطتك ابلعي، اديتك بالبنيه في وشك، في وشي تبلعي. ما تقلقيش ما تقلقيش يا ست ليلى، احنا متعودين على البلع. امال كل ده ايه؟ ده بلع كله. وفي حاجه كمان مهمه، موضوع مدام فريده ده اوعي تقوليه، اسمها فريده هانم، ديدي هانم، فرفوره هانم كده. لا بصي بقول لك ايه، انا لا هقول لها لا فرفوره هانم ولا اموره هانم، انا هخلي البساط احمدي كده بيني وبيناتها وهقول لها يما. ليه بقى؟ لان هي سمحه وبتفكرني بالبعيد الله يرحمها امي، فانا هقول لها يما عشان الناس الكبار دولت لما تاخدي مناتهم دعوه كده تحس ان ربنا بارك لك في صحتك وعافيتك. انا هقول لها يما يما يما. لا 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 صدفه ارجوكي انسي موضوع البعيد امك خالص، وبعدين بذمتك بذمتك الست اللي جوه دي منظر امك ده انا وانت نخلفها. بقول لك ايه؟ ايه؟ اسمعي كلامي، اسمها فريدة هانم، فريدة هانم. حاضر فريدة هانم. حاضر. شطورة. وأهم حاجة إنك إيه؟ أبلع. شطرة. تقلقيش. يلا بقى نروح نشوف باقي البيت. يلا. حاضر. طب ليه ما نروحش للراجل بتاع صالة المزادة اللي جبتيها منه ونسأله؟ عوني هيعمل إيه يعني؟ نعرف منه بس هو جابها منين. عوني لو عرف قيمتها مش هيديها لي. بقول لكم إيه؟ ما تقوموا بقى تقعدوا في حتة تانية عشان صدفة تنظف هنا. ما تنظف في أي حتة، ما البيت طويل عريض قدامها. بس كده الليل هيبقى ليل وأنا كده هتأخر. صدفة صدفة. خش يا حبيبتي نظفي المطبخ تاني. تاني المطبخ؟ ما أنا لسه منظفاه وأنت شايفاه. صدفة. هخش أنظف المطبخ الجميل. حاضر. الشابوه الحقيقي حد لقاه وأنا هموت أعرف الشابوه الحقيقي مع مين. Bonjour.